لماذا تصف نيويورك تايمز الإرهابيين في سيناء بالمتمردين؟ نيويورك تايمز بتصف الإرهابيين إن هم متمردين. اللي يشوف صحف أمريكا معظم الكلام كأنهم متمردين، إن هم أصحاب قضية عندهم رؤية سياسية. ما التمرد كده، إن في تمرد، إن في قضية سياسية أو خلاف سياسي أو عندهم قضية أخلاقية. فتخيل بقى إن يتم الوصف إنهم متمردين. البعض يعني يخف يقول لك مسلحين، البعض يقول لك مقاتلين، محدش عايز يقول إرهابيين. يعني تخيل بعد كل اللي عملوه ده لسه الإعلام الغربي بيقولش إن إرهابيين، بيقول مقاتلين أو مسلحين، أو بيقول زي نيويورك تايمز إن هم متمردين. قبل كده اتكلمنا الأستاذ محمد حسين هيكل لما قال زمان، واتكلمنا زمان في أوائل الطبعة الأولى، إن مجموعة الأزمات الدولية قالت أو وضعت سينا من زمان أيام مبارك، وضعت سينا إن هي زي كشمير، زي كل المناطق اللي هي مناطق الصراع ومناطق الاشتباك في العالم، ما كانش في أي شيء في سينا. حصل بعد كده إذا في رؤية دموية إجرامية خارجية لسينا، وقت ما كانش فيها ولا حدث واحد على الإطلاق نهائيا، حطوها مع كشمير من مجموعة الأزمات الدولية. دلوقتي بنشوف النتيجة اللي بقينا فيها، نتيجة هذه المؤامرة الخارجية، إنه إلى الآن بيقولوا متمردين. إن باحث تافه في جامعة ييل الأمريكية طلع قال إنهم مقاتلون من أجل الحرية. تخيل بقى اللي يصف هؤلاء المجرمين إن هم مناضلين من أجل الحرية أو مقاتلين من أجل الحرية. ده باحث في جامعة مرموقة، معقولة مش فاهم؟ لأ طبعا فاهم، بس هو قاصد يروج هذا الترويج. إذا مجمل هذا القول إن في مؤامرة، توجد مؤامرة، إنما العالم كله مؤامرات. هي الفكرة كيف يتم تفكيك هذه المؤامرة؟ كيف تكون هناك رؤية كلية مضادة؟ كيف ننتبه لأبعاد هذا الأمر؟ إن المعركة ليست صوفية ولا غير صوفية، وليست فقط جيش وشرطة، وإنما المعركة هو إنهاء الدولة المصرية، والمعركة إنهاء الجيش والشرطة في مصر، المعركة إنهاء الأمة الإسلامية، المعركة يريدون إنهاء هذا الدين تماما. لكنهم في نهاية الأمر إلى زوال سيبقى الإسلام وسيبقى المسلمون.